ما أجمل الصباح حين يبدأ بذكر الله. أصبحنا وأصبح الملك لله. صباح معطر بذكر الله مبعوث لأحلى خلق الله. الصباح بعث جديد لبداية متجددة. فطرح ثوبك القديم والبس لصباحك الجديد. صحح أخطائك وتطلع إلى يوم مشرق تكون فيه صادقا مع قلبك وعقلك. صباح الأمل وصباح الحب على قلوبكم يا رب. أهلا بيكم، أنا غادة لو دي أول مرة تشوفوني. إنه فيديو النهاردة إن شاء الله أنا حبيت أشارك معاكم المينيو الشهري، إزاي أنا بعمل المينيو الشهري. دلوقتي زي ما أنتوا شفتوا الساعة 7 الصبح، أنا طبعا بنزل الشغل الساعة 8:30، فأنا بصحى دايما الساعة 7، ودي عادة مهمة جدا اكتسبتها وبقالي كتير قوي ماشي عليها. ودي من الحاجات اللي انا اكتسبتها وغيرت لي حياتي تماما، وانا عاملة فيديو على 13 عادة مهمة جدا غيرت لي حياتي. لو لسه ما شفتوش الفيديو ده هحطه لكم، اللينك بتاعه هحطه لكم في الديسكريبشن تحت صندوق الوصف، وكمان هحط لكم اللينك بتاعه فوق على شاشة في الاي. انصحكم انتوا تخشوا تشوفوا ال 13 عادة دول، هيفرقوا معاكم في حياتكم كتير. الساعة ونص اللي انا بصحاهم الصبح دول زي ما انتوا شايفين، انا يعني بحب جدا ان انا اقعد في الركن بتاعي ده في البلكونة، بفطر بقى بهدوء، ولو عندي اي حاجة عايزة تتعمل بعملها، زي مثلا ان انا بخطط او بعمل التودو ليست بتاعتي، يعني مهام اليوم. وكمان لو عندي اي فيديوهات بصورها، مش ممكن تتخيلوا الساعة ونص دي بتفرق معايا ازاي، وبعمل اي حاجة مهمة انا عايزة اعملها في الساعة ونص دي. لان الدراسات اثبتت، ودي فعلا انا جربتها، ان اول ساعتين من اليوم، يعني اول ساعات الصباح بتاعنا، بنبقى في قمة تركيزنا وفي قمة حماسنا. ودايما بيقولك لو عندك اي مهام صعبة تبدأي بيها في ساعات الصباح، فانا دايما بعمل كده. الساعة ونص اللي انا بصحهم بدري عن معادي دي بيفرق معايا جدا، وبيخليني ان انا نشيطة وابقى عايزة وبنجز حاجات كتيرة قوي. فانا حبيت النهاردة اخدكم معايا في الركن الجميل بتاعي اللي انا بحبه، ونفطر كده مع بعض، وهقول لكم ازاي انا بعمل المنيو الشهري بتاعي. ازاي انا بعمل المنيو الشهري بتاعي؟ مبدئيا بس قبل اي حاجة كده، لازم عشان نعمل حاجة لازم نبقى قاعدين كده في هدوء ورايقين، وقاعدين في مكان بنحبه، بنشرب مشروب احنا بنحبه، قاعدين قاعدة رايقة كده، مش لازم نعمل كل حاجة بتوتر وستريس. زي ما قلت لكم، عشان كده انا بحب اصحى بدري قبل معادي عشان اعمل كل حاجة بهدوء، ومن غير ما ابقى حاسة ان انا متوترة وحاسة ان ورايا حاجة وزحمة وبجري. فانا ببقى قاعدة كده في الركن دوت اللي انا بحب ان انا اقعد فيه، وافكر كده واشرب مشروب بتاعي وافطر فطار خفيف، وابتدي ان انا اخطط اللي انا عايزة اعمله. طيب احنا النهاردة بما اننا بنتكلم على المنيو الشهري، فانا هقول لكم انا بعمل المنيو الشهري بتاعي ازاي. المنيو الشهري مش مجرد ان انت بتجيبي ورقة فيها ايام الشهر كده وبتكتبي فيها منيو وخلاص، لا. انا بقسم، بكتب قدامي كده كل الاصناف بتاعت الاكل، وبقسمها كاتيجوريز كده. يعني مثلا انا بعمل الفراخ، وبزود عليها كمان البط والحمام، وبعمل اللحمة، وكمان السمك انا كده اوريدي عاملاه، يعني كده كده انا عاملاها. هقول لكم انا عاملاه ازاي، وانتوا زي ما قلت لكم كده ممكن ان انتوا تستفيدوا جدا من المنيو ده وتاخدوه زي ما هو، وممكن ان انتوا تغيروا في بعض الاصناف على حسب اللي انتوا بتاكلوه. طيب انا عامله الاصناف دي ازاي. عامله الفراخ، اللحمه، السمك، متنوعات، سلطات ومقبلات، شوربات، وحلويات زي ما انتوا شايفين كده. طيب انا ممكن اقول لكم اللي انا عاملاه. عامله مثلا في الفراخ اي اصناف بتندرج تحت الفراخ، ورق مشويه، فراخ بانيه، فراخ محشيه، كفته فراخ، شاورما، شيش طاووق،
دبابيس فراخ، بيكاتا، صدور فراخ محشية، كوردون بلو، كبسة، نجريسكو، فتة شاورما، كبد وقوانص، الفراخ اللي هي ستريبس، فراخ صيني اللي هي السويت، وحمام وبط. طيب اللحمة عاملة لحمة مسلوقة بصلصة، طاجن لحمة بالبصل المكرمل، كانيلوني، بطاطس محشية، لحمة مفرومة، سجق، كوسة بشاميل، حواوشي، جلاش ورقاق، مكرونة بالبشاميل، لحمة مشوية، ستيك، شاورما، طاجن خضار باللحمة، كفتة الحاتي، كبدة، فتة، كفتة رز. عاملة كمان للسمك، عاملة سمك مقلي بولتي، سمك مشوي بوري، سمك صينية اللي هو الماكريل، سمك فيليه وسي فود، وطاجن سمك بالصلصة. في المتنوعات، المتنوعات دي اللي هي اي حاجة ما فيهاش ولا لحمة ولا فراخ ولا سمك. عاملة فيها مسقعة، كشري مصري، كشري اصفر، محشي، بطاطس مهروسة، رنجة، كرات جبن، سمبوسك، رز، جميع انواع الرز طبعا المصري والبسمتي، ومكرونة، وعاملة فريك. السلطات والمقبلات عاملة سلطة حمص، سلطة طحينة، بابا غنوج، تنجان مقلي ومحشي، تبولة، فتوش، سلطة اللي هي السلطة الخضراء، سلطة بنجر، سلطة خضار، كولسلو، سلطة زبادي. الشربات عاملة جزر سي فود، بصل، لسان عصفور، خضار، بروكلي، طماطم بالكريمة. الحلويات والمشروبات عاملة رز بلبن، أم علي، كنافة محشية، بسبوسة، جلاش، سلطة فواكه، قرع عسل بالتمر، تشيز كيك، كب كيك، زلابية وبلح الشام، أي نوع كيكة، أي نوع عصير فريش. وبكده يبقى كل الأصناف قدامي وأنا بعمل المنيو بتاعي، مش وأنا بعمل المنيو أعمله كده من دماغي وألاقي نفسي في الآخر إن أنا نسيت أصناف كتيرة ما عملتهاش. لأ، أنا بقعد أخطط الأول وأكتب كل الأصناف قدامي اللي إحنا بناكلها. طبعا أنا مش بكتب الأصناف اللي إحنا بناكلهاش، بكتب الأصناف بس اللي إحنا بناكلها، وأظن إن دي تقريبا معظم الناس بيأكلوها، يعني الأصناف اللي أنا قلتها دي. انت تقدري تضيفي او تغيري زي ما انت عايزه. بعد كده بجيب ورقه كده انا عاملاها على الكمبيوتر، ممكن تعمليها طبعا على ايدك، فيها مسلسل اللي هو سوري قصدي تاريخ اليوم من 1 لغايه 31، وفيها الفطار وفيها الغداء. انا كمان بعمل للمنيو وانا بعمل بالمره الفطار عشان اريح دماغي. الفطار طبعا بيبقى اسهل بكتير من الغداء، يعني واحنا ما بنتعشاش، فاحنا او لو ما بنحتاج نتعشى يعني حاجه خفيفه بتبقى فاكهه حاجات زي كده، فمش محتاجه ان انا اعمل منيو للعشاء، اهم حاجه عندي الفطار والغدا. هوريكم مثال دلوقتي عن مثلا اول يوم. انا عملت في اول يوم فول، بعمل فول بقى بقسمه زي ما انا عايزه. انا اول يوم ده هعمله مثلا بالصلصه، يبقى فول بالصلصه وبيض مسلوق، وكمان هعمل معاهم بطاطس محمرة وشاي بلبن. ده بالنسبة للفطار. بالنسبة للغدا، فأنا بقى بفتح القوائم اللي أنا عاملاها دي بتاعت الأصناف، وبختار بقى منها يوم بيوم. مثلا يوم واحد دوت أنا عملت أو كتبت وراك مشوية زائد رز بسمتي زائد سلطة طحينة، بختار بقى اللي أنا عايزاه اليوم ده. كده كده هلاقي الأصناف كلها جت معايا طول الشهر يعني. وكمان عملت الشوربه لسان عصفور، وعملت الحلو ام علي. تمام كده بالنسبه لاول يوم. هعمل بقيه المنيو بنفس الطريقه، هقعد برضو افكر كده واحط كده كل يوم فطار وغدا، وده زي ما قلت لكم هيتعمل لمره واحده بس وهيريحنا على طول. وكل شهر هنكرر نفس المنيو، هتلاقي نفسك ان انت اليوم الاولاني دوت يعني ما فيش اكل بيتكرر، مش هتلاقي اكل بيتكرر، وده لان انت كتبتي كل الاصناف قدامك. انت بتحتاج منك قاعده واحده بس عشان تخططي للمنيو كامل. بالمناسبه انا مقسمة الأسبوع بتاعي كالتالي، بعمل إيه بقى؟ بختار يومين فراخ، بختار من قائمة الفراخ، ويومين لحمة، ويوم واحد سمك،
ويومين بيبقى متنوعات. اليومين بتوع المتنوعات دول بختار من القايمة بتاعت المتنوعات اللي هي ما بيبقاش فيها لحوم، او مثلا بطلب ديليفري، او بنخرج نتغدى بره. فانا عندي يومين في الاسبوع متنوعات، فده بيسهل عليا ان انا وانا بعمل منيو ببقى مخططة عارفة اسبوعي. انا حتى في المنيو زي ما انتوا شايفين انا مخططة او عاملة كل اسبوع بلون، بحيث ان انا كل اسبوع ابقى عارفة بعمل يومين فراخ ويومين لحمة ويوم سمك ويومين متنوعات زي ما انا قلت. فطريقة المنيو الشهري سهلة جدا، ما بتحتاجش منكم زي ما انا قلت لكم غير يوم واحد بس تخطيط، وبعد كده بتستريحي على طول. طيب لو انا خلصت المنيو الشهري بتاعي ولقيت اصناف انا محطتهاش في المنيو، بعمل ايه؟ باجي مثلا على يوم مثلا ساي زي يوم واحد ده انا كنت مختارة وراك مشوية فيه، هروح عاملة في المنيو وراك مشوية، او احط صنف من الاصناف الفراخ اللي اتبقت معايا، تمام؟ والشهر ده مثلا هلاقي نفسي عملت الوراك المشوية، فروح مخططة كده تحت الوراك المشوية بالقلم، بس بالقلم الرصاص عشان اقدر ان انا امسحها. فبالتالي الشهر اللي بعده لما اجي يوم واحد هلاقي ان انا عملت وراك مشوية، اروح انا مختارة بقى الشهر اللي بعده ايه. لو مثلا ساي اتفضل كوردن بلو مثلا في القايمة من ضمن الحاجات اللي اتبقت وانا عملت وراك مشوية او كوردن بلو، لو انا عملت وراك مشوية الشهر ده باجي الشهر اللي بعده خلاص انا ببقى علمت تحتيها بقلم رصاص كده، باجي الشهر اللي بعده واروح عاملة الكوردن بلو خلاص. وهكذا اي اصناف متبقية بروح مزوداها في اي يوم، في ايام مثلا لو فراخ ازود فراخ على ايام الفراخ، لو اللحمة ازود في ايام اللحمة، وبالتالي بحط خط كل شهر على الصنف اللي انا عملته منهم، الاصناف اللي هي الايام اللي هي بتبقى فيها اكتر من صنف، والشهر اللي بعده بعمل الصنف التاني وهكذا. كده هتلاقي نفسك بتجددي في الاكل بتاعك وما بتعمليش حاجة متكررة، وهتريحي نفسك وهتنظمي نفسك جامد جدا. كده نكون عملنا المنيو الشهري بتاعنا بكل بساطة. أتمنى الفيديو ده يعجبكم، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد.